دي بقى مواقف كوميديه ومحرجه مش خساره فيها الباقه. مبدئيا كده انا مش فاهم انت ازاي اصلا مقتنع برومانسيه واحد رافع بنطلونه كانه بيغسل الميكروباص بتاعه. يا ده مش زوج، ده عرباجي. بص يا صاحبي، انت لو لقيت نفسك في حاله اكتئاب يعني اخرج مع اصحابك، يعني اتعافى المرء باصحابه ولا يا ابن الغضبان ولا. عارف انت لما تكون اخيرا حسيت انك مبسوط لكن الواقع يعتبر ده هاكر فيقوم يرزعك بنا 10 ايام جبس في البيت؟ ده بقى لما تبقى قاعد في البيت لوحدك وشفت لك فيلم المارفل. يا نهار ازرق، انت فين امك يالا؟ دي تقريبا حاله انسانيه، هي مش عارفه تشيل ال لا 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 لا، في حاجه في ولا ولا عارف انا حركاتي الاغنيه ديت، تصحي الصبح مع بابسي في جنينه ولا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 لا، البتاع دي انا ما بحبهاش والنبي. دي بتعمل ايه دي بقى؟ انت قاعده في البيت لوحدك زي بتاع التلاجة صح؟ بتهيئي لنفس الجو وكده. المروحه اللي تحت دي بص والله بقت شبه الكونغر اللي طالع من الكيس، يعني انا مش فاهم. حبه جنان بقى، يلا نقلع الشراب كده عشان ما يتبلش لا حول ولا قوه الا بالله، كلها هبل. النوع ده من المقالب بصراحه انا شخصيا ما بحبهاش، لان هي بتبقى يعني مش متوقعه بشكل كبير فاهم، واللي هو يعني ايه هتتسوح هتتسوح اصلا. هو ده تقريبا راح جيم وما لقاش حد في الجيم فقال يزيد بقى يعمل اللي هو عايزه فاهم، ادي رجل والتاني يلا بالسلامه. بص هو خلينا متفقين ان اللعبه دي نهايتها ما بتكونش سعيده يعني ها 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 الحمد لله قدر ولطف. انا ما بقلقش غير من لعبه الباركور دي. يا نهار ازرق، ما تقومش بنطلونك الماسوره ولا انا مالي باركور تاني. بس المره دي تقريبا من واحده بتفهم، عارفه هي بتعمل ايه وتحركاتها عامله ازاي فاهم. عاش عليك والله. لا طب انت متخيل خلفتك وانت نايم على الارض كده هتبقى عامله ازاي يعني؟ الناس بقى اللي بتقول للستات مكانها في المطبخ، تعالى نرمي منك ليه شوف التيتا بتعمل ايه، يعني انا اراهنك انك تصب. طب ليه قلبه البطن دي بقى؟ طب حاسبي حاسبي حاسبي، يخرب بيت ثقتك يا بت، ثقه معفنه. ممكن ثانيه واحده بس اعدل المركب بعد اذن حضرتك؟ طب ما ثانيه واحده، طب ما ثانيه في ايه؟ بص باركور العجل ده عامل زي القمار، يعني هيفضل يطمعك يطمعك والكلام جميل وبعد كده يتشخر. لا المفروض ترجع لورا لورا. ايه ده بقى؟ لا 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 يا بنت اللعيبه، ايه ده؟ هو المنظر انا مش مستبشر بيه خير، بس يعني هيخبطوا في بعض. بتعملي ايه بقى انت؟ ايه العصافير دي؟ بت يعني قبل ما تتحمسي بص لنفسك، هل انت قد اللي انت هتعمليه؟ يعني دي خلاص كده، دي انت بتعملوا ايه بقى انتوا؟ انتوا عايزين قوات خاصه. عادي عادي يا عم، ده صباع اهدى خرب بيت. الصاروخ اللي في ايده ده اصلا شبه الصاروخ بتاع توم وجيري بس ازرق. هو خد الصاروخ صح؟ يا نهار ازرق، وانت لو عرفت تجيبيها تبقى عاش عليكي اصلا يعني. بسم الله لا حول الله يا رب. اشوف دي بتصيف فين وانت قاعد بتتفرج عليا؟ لا حول ولا قوه. اتفضل. طب انت مش عيب على سنك طيب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا عم، مين اللي اخترع البتاع دي؟ تاني هو انتوا يا جدعان مستقبلكم ده ما بتخافوش عليه؟ لا حول الله، ده مختلف. دي نمليه دي ولا ايه؟ انتوا عارفين النمليه اصلا ايه هي؟ هو ده بقى عايز منشن، يعني صاحبك اللي على الله حكايته زي خينيا ده اعمل له منشن. لو وصلت لحد هنا يا ريت تصلي على النبي وما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات واعمل لايك قبل ما تقلب الفيديو.